Qariah nomor peserta 089 dengan nomor tampil 5 akan membacakan surah Al-An'am ayat 61 halaman 107. Disilahkan menuju mimbar tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا
Sadaqallah.